holy moly, moly. المشاركين والمشاركات اللي باش يكونوا معنا في اللعبه هذه نشدوا الورقه بطريقه عموديه بدينا الزوز نشدوا الورقه بطريقه عموديه بدينا الزوز نشدوا الورقه بطريقه عموديه يعطيكم الصح باه يعطيكم الصح عموديه كنت صحيحة راهو كنت صحيحة هكا صحي عمودية يعطيكم الصحة به وتسمع شنو قاعد نقول وكهو واضح وتطبق واللي باش يكون صحيح باش يفوز معنا بالجائزة الكبرى من إهداء الجمعية الجهوية للصحة الإنجابية بولاية طاطا وين يلا نطوا الورقة على اثنين سهلة نطوا الورقة على اثنين خالد جي كيف كيف بالضبط يعطيكم الصحة نسمع توا محمد اللاني مدير المدرسة العربية المصرية تشرفنا مساء هذا اليوم بحضور الجمعية التونسية للصحة الإنجابية الطويل التي أمنت قافلة صحية متكونة من عدة أطباء قاموا بعادات خارجية لمواطني المصرية في طب النساء، طب الأطفال، طب العام، طب الأسنان، عيادات لتقصي السرطانات الأنثوية، وكذلك عيادة خاصة بالإحاطة النفسية، وترافقت هذه الأمسية بتنشيط أبنائنا التلاميذ من منشطي دار الشباب المترقى للطويل، وكانت أمسية جد مفيدة لمتساكني المسطورية ولأبنائنا التلاميذ بالمدرسة العربية المسطورية. الرحمن الرحيم اسمي حسين بصبيع قيم مرشد اول في اعداديه المسؤوليه الدوره هذه انقسمت الى عده عناصر في التكوين تعرضنا الى مفهوم التربيه الجنسيه الشامله حددنا المصطلحات كذلك مكونات الصحه الانجابيه من وسائل منع الحمل تعفنات الى الامراض السرطانيه عنق الرحم وزاد تعرفنا في اليوم الثالث على تقنيات التواصل كيفاش المربي يتواصل مع التلاميذ باش يوصل لهم معلومات الصحيحة حول التربية الجنسية
وخلصنا في آخر الدورة إلى دور المربي في إيصال هذه المعلومات الصحيحة وخلق جيل قادر على تحمل مسؤوليته واتخاذ القرارات الصحيحة التي تمكنه من عيش حياة صحية وجنسية متوازنة. بالنسبة لي أنا تجربة ممتازة ياسر، الدورة هذه باش تمكنني أن نتعمق أكثر باش نوصل أكثر للتلامذة وباش نتعمق وباش نجيب أمثلة من شأنها باش تبسط المفاهيم. شكرا لكم، نشكر الجمعية ونشكر الأعضاء كل بجميع مكوناتها. هذه أمي قدوة باش تمشي للسبيطار تعمل تحليل على السرطان الثدي وتعرف شنو كل تمشي باش تعمل باش توقف روحك مع المرض هذا. دودي عمري 16 سنة، جيت من مستورية لتكوين دعم وصول النساء والشباب للحقوق والخدمات بالصحة الجنسية والإنجابية بوسط الريفي بتطاوين، وكنت محظوظ جدا لكوني باش نكون معاهم حاضر. ونشكر الأنسة نور على ما قدمه لنا، وإن شاء الله نفيد بيهم أصحابي وإن شاء الله يتواصل المشروع هذا. سلام، أنا اسمي إسلام، عمري 15، جيت من كلاج مستورية. تعرفنا في النهارين هذوما على الجنسانية والتنوع الاجتماعي، واليوم تعرفنا على مراحل الحياة مع دكتور طيب، وأهم البلوغ عند الإنسان.